Hello everyone and welcome back to Brighten Your Mind channel. I hope you are doing great and Ramadan Mubarak Kareem. In today's lesson, we are going to learn how to talk about Ramadan in English. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. مرحبا بكم في سلسلة دروس تعلم اللغة الإنجليزية بالدارجة المغربية. في هذا الدرس إن شاء الله سوف نكتشف ونتعرف عن بعض المصطلحات والعبارات المتعلقة بشهر رمضان الفضيل لكي لا أطيل عليكم لنكتشف سويا هذا الدرس. أولا كما تعلمون بأن شهر رمضان يأتي في الشهر التاسع حسب التقويم القمري الإسلامي أو السنة الهجرية، فنقول باللغة الإنجليزية We observe Ramadan in the ninth month in the Muslim lunar calendar. Okay, we observe Ramadan in the ninth month in the Muslim lunar calendar. Very good. كما تعلمون فإن رمضان يعتبر شهر معظم عند المسلمين، وبطبيعة الحال هذا الشهر رغم أنه يأتي في التاسع في الترتيب التاسع في الشهور، إلا أنه لا يمكن أن نبدأ الشهر إلا عند رؤية الهلال، يعني ضروري أنه نشوف الهلال عاد نقول عاد غدا يعني النهار الموالي نصوم. كنقولوا بالإنجليزية رمضان starts by the sighting of the crescent moon. Starts by the sighting of the crescent moon. يعني كان كيبدأ برؤية الهلال. بطبيعة الحال رمضان هو شهر معظم، وبالتالي نقول the holy month. The holy month. Ramadan is the holiest month for Muslims. Ramadan is the holiest month for Muslims. Very good. من بعد أنه رمضان كنعرفوا فوقاش كيجي، فضروري أنه نرحبوا ونهنئوا الناس على قدوم رمضان. Now let's move on to talk about greetings. How to greet someone in Ramadan. أول شيء يعني بصفة عامة يمكن نقوله رمضان كريم مقبولة، حتى باللغة الإنجليزية يمكن تقول رمضان كريم، لكن هناك عبارات مثل happy Ramadan, happy Ramadan, or have a generous Ramadan, have a generous Ramadan، ولا ممكن نقوله كذلك have a blessed Ramadan, a blessed or blessed، بجوج صحاح. Okay, يعني مبارك رمضان مبارك كريم. Have a blessed Ramadan. Very good. كذلك الأهم في رمضان هو الصيام، لأن هذا الشهر مفضل ويمتاز بالصوم أو الصيام. الصيام باللغة الإنجليزية is نقول fast. Fast. وكذلك الفعل to fast. يعني نصوم أو يصوم الشخص يصوم نقول he fasts. لذلك يمكننا أن نقول بأن الناس مسلمين كيصوموا في رمضان، ولكن ما كيصوموش نهار كامل، يعني كاين واحد الوقت محدد اللي هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وماشي كل شيء بطبيعة الحال اللي كيصوم، فقط الناس الكبار البالغين والقادرين على الصوم. لذلك يمكننا نقول باللغة الإنجليزية healthy adults Muslims fast in Ramadan. Okay, from dawn to dusk. From dawn to dusk. يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس to dusk or يمكننا نقوله sunset. يعني غروب الشمس sunset. Very good. كذلك في رمضان يعني قبل ما كتنقول بالدارجة نقطعوا الصيام، تتكون واحد الوجبة مهمة وهي كتسمى الوجبة الأخيرة من بعد أن قبل ما نصوموا، اللي هي السحور. السحور باللغة الإنجليزية يمكننا نخليوها لأن دي كلمة دينية متعلقة بالديانة الإسلامية، فبالتالي يمكننا نخليوها السحور
I eat سحور، يعني يمكننا نخليوها بهذا الشكل، ولكن كاين اللي ما يفهمش كلمة السحور خصنا نشرحوها ليه، اللي هي الماكلة اللي قبل من الفجر. فنقول during the holy month Muslims wake up early، يعني كيف يقوا بكري، wake up early okay to eat pre-dawn. Pre-dawn كيف قلنا أن الفجر هو dawn، so we say pre-dawn meal called سحور. ومن بعد حتى يجي الفطور في العشية، بطبيعة الحال كان كي تنقولوا بالدارجة كنفرقوا الصيام، يعني كنكسروا الصيام، okay we say and they break their fast. They break their fast. We say let's break our fast. يعني يلا نفرقوا الصيام. بطبيعة الحال غالبا تيكون بالتمر والماء. So they break their fast traditionally with dates and water. Very good. كذلك من الأشياء المهمة اللي ممكن نشوفه في رمضان وهي الصلاة. الصلاة باللغة الإنجليزية نقول prayer. Prayer. الفعل is to pray. To pray. Like we say play. To pray. Okay. شنو بطبيعة الحال المسلمين يوميا كيصليو خمس صلوات في اليوم. Muslims pray five times each day. Muslims pray five times a day. كاين مثلا الصلاة الأولى اللي هي الفجر، يمكننا نسميوها the dawn prayer. The dawn prayer. كذلك صلاة الظهر يمكننا نسميوها the early afternoon prayer. The early afternoon prayer. العصر the late afternoon prayer. المغرب يعني غروب الشمس the sunset prayer. The sunset prayer. كذلك صلاة العشاء the night prayer. وحاليا يعني في رمضان عندنا التراويح فكنخليوها بهذا الشكل، قدرنا نقولوا the night prayers ولا تراويح prayers، يعني بالجمع الصلوات أو صلاة التراويح. كذلك بطبيعة الحال يعني ما يمكنناش نمشي هذه الصلوات غالبا في رمضان كيتقاموا في المساجد. المسجد باللغة الإنجليزية هو the mosque. The mosque. The mosque. وقبل ما نمشي ونصلي بطبيعة الحال كنسمعوا الأذان. الأذان باللغة الإنجليزية هو the call for the prayer. The call for the prayer. في الجامع بطبيعة الحال كنمشيو باش نصليو، يعني Muslims go to the mosque to pray. وماشي بالضرورة أنهم غير يصليو، ولكن كذلك العبادة يمكننا نقولو the mosque is a place or a building، مكان where Muslims go to pray or worship. Worship. Worship يعني كيعبدوا الله، العبادة بصفة عامة. يعبد الله means to worship. Worship. Very good. Now من الأشياء كذلك المهمة اللي يمكن المسلمين يديروا في رمضان، في شهر رمضان، هي قراءة وتلاوة القرآن. كنا نقولوا بأن Muslims recite or read the Quran in Ramadan. Muslims recite and read the Quran in Ramadan. Very good. كذلك رمضان بطبيعة الحال يعتبر هو شهر القرآن، لذلك يقرأوا القرآن بزاف، لذلك نقول بالإنجليزية رمضان is often called the month of the Quran. Month of the Quran. علاش؟ لأنه هو الشهر الفضيل اللي نزل فيه القرآن. It was during Ramadan that the Quran was first revealed. Okay؟ أول مرة تنزل القرآن في رمضان. كذلك من الأشياء الجيدة اللي ممكن نشوفه تدار في رمضان اللي هي الزكاة. الزكاة اللي كنت تعتبر من أركان الإسلام. زكاة is one of the five pillars. Pillars. Pillars هما الأركان. Is one of the five pillars of Islam. Okay. الزكاة بطبيعة الحال كنعطيوها للفقراء والمساكين والمحتاجين.
هي واحد النوع من التطبيق اللي كيديروه الناس باش كيساعدوا المحتاجين. نقول باللغه الانجليزيه it is the practice of charitable giving to support needy or to support poor and needy people. واحد الشيء جميل اللي كنقدموه للناس الفقراء. كذلك من الاشياء المهمه اللي يمكننا نختم بها هذا الفيديو هي الادعيه التي تقال في شهر رمضان. مثلا نقول بالدارجة تقبل الله الصيام والقيام وغفر لنا ذنوبنا جميعا. فيمكن أن نقول باللغة الإنجليزية May Allah accept our good deeds, fast prayers and forgive our sins. Our sins يعني يغفر ذنوبنا. Sins هي الذنوب. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد قدم بعض المصطلحات المهمة المتعلقة بشهر رمضان، وأنكم قادرين الآن تتحدثوا باللغة الإنجليزية عن هذا الشهر الفضيل. وإلى فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.